الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله الله يا الله والله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص وصلنا معكم إلى هذه الفقرة وقد عثرت الأبحاث العلمية الطبيعية والرياضة إلى هذه الأيام يعني في القرن العشرين على شيء كثير من أجزاء هذا العالم الطبيعي أجزاء يعني المكونات والنسب يعني العلاقات الرابور التي بين هذه المكونات والأجزاء والنظام الجاري فيها النظام يعني الوردر النظام الطبيعة ولعل ما هو مجهول منها اكثر مما هو معلوم بالقطع واليقين لان يعني الفيض الالهي مبسط فلا يمكن للانسان ان يحيط به، نعم. هذه المساله ليست مساله علميه اشاره فقط انها العلم الحديث بجميع تجلياته اكتشف كثيرا من حيثيات عالم الطبيعة وممكن ما يأتي في المستقبل أكثر سيد العلماء ما عاش هذه فضاء التواصل الاجتماعي والأنترنت وإلا تعجب من هذا الأمر فقط أعود إلى الوراء يقول فالعلل فيها في هذه المرتبة أو في هذا العالم المحسوس المادي متزاحمة متمانعة قلت لكم هذا هو التضاد الفلسفي في مقابل التضاد المقولي التضاد المقولي عندنا عرضان يندرجان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف لا يعرضان موضوعا واحدا كالسواد والبياض لا هذا التضاد المقولي دح جانبا هذا التضاد تضاد الأنطولوجي تضاد الخارجي تضاد التحققي مثل مثلا النار تضاد الماء والماء يضاد النار و و من الأمور التي نعيشها في الطبيعة هذا التضاد الفلسفي هو ملاك التكامل نعم الآن أنا في مقابل بيئة جاهلة متغطرسة لا تراعي الفضيله ولا تراعي الاعراف وانا اريد ان اكون نقيا نظيفا هذا هو التضاد وهذا هو الابتلاء باللسان الديني نعم تبارك الذي بيده ملك وهو الذي الذي خلق الموت الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور نعم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هذه القدره كيف تتجلى الذي خلق الموت والحياه لماذا ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور يعرف انكم تسقطون وتنهضون يعني في ذات الخطا وفي ذات الصحيح مع هذا هو غفور رحيم نعم اذا هذا الابتلاء الديني يعني باللسان الديني اطاره الميتافيزيقي هو عالم التضامن فلا يمكن للإنسان أن يتكامل في عالم العقول وعالم المثال أبدا. هناك صفاء، هناك طهارة، هناك نقاء. عوالم ممكن تكون متداخلة، دوائرها متداخلة. طبعا هذا تقريب إدراكي فقط. عوالم متداخلة، ولا هذا يزاحم ذلك، ولا هذا يلتفت إلى ذلك. نعم. فهذا هو معنى كلامه فالعلل في هذه النشأة المادية والطبيعية والنسوب متزاحمة متنامع متمانعة متمانعة هذا يمنع ذاك لأن العلم العناء الإلهي سطرها هكذا سطرها هكذا نعم عالم التضاد نعم عالم التضاد فسيلة تتحرك نخلة نبتة تتحرك سنبلة السنبلة هذه تبقى دائما هكذا أم لا الحرارة الحرارة تجعلها مصفرة فيجب أن تنتقل إلى الحبوب والحبوب إلى الطحين والطحين إلى خبز خبز إلى إلى مكونات البدن حتى يبقى الإنسان ومنها النطفة حتى ينشأ الإنسان هذه كلها علم التضاد الأونتولوجي وأنا في تصوري أحسن نشأة من هذه النشآت في قوس النزول هو النشأة المادية صدقوني عالم العقول وعالم المثال مقدمة لهذه النشأة الجميلة والرائعة نشأة التضاد ولهذا القرآن يقول إني جاعل في الأرض خليفة لم يجعل الخليفة في العالم العقل ولا في عالم المثال في هذه الأرض طبعا هنا الأرض ظرف للجعل وليس للمجعول جعل الله كان في الارض، اما المجعول خليفه لا يجول في كل النشآت، ليس مقيدا بالارض، قيد للجعل وليس للمجعول. هذا بحث قراني لا يهمنا الان. نعم، وقد تبين في الابحاث السابقه اين؟ الفصل الثالث من المرحله الحادي عشر والفصل الثامن من المرحله التاسعه. ان عالم الماده بما بما بين أجزائه من الارتباط والاتصال واحد، حقيقة واحدة سيالة. حقيقة واحدة سيالة، يعني وجود مادي دائما في تطور، خروج من القوة إلى الفعل. نعم. شيء جميل، حقيقة واحدة سيالة. بنورو أرسطو كيف وصل إلى الهيولة مشكلة هذه. وجد هذه الواقعيات كلها متبينة بتمام الذات وجود ماء وجود ذهبي وجود عصفوري وجود حماري وجود شجري تباين أم لا؟ تباين ماهوي صور متعددة قال هذه الكثرة لا يمكن أن يجمعها تجمعها وحدة لا يمكن ألا لا تعود إلى وحدة ما هي هذه الوحدة؟ وجد ملاك هذه الوحدة والهيلي الهيلي ترجمة باللغة العربية إلى الهيولة هيلي باللغة اليونانية يعني هذه الهيولة ده تلك القوة حقيقتها قوة يقولون الشيخ مصباح رحمة الله عليه كان في سفر بين قم وطهران قديم قديم قبل الثورة الإسلامية ممكن الزمان يستغرق في الساعات حتى تصل حسب الظروف القديمة فكان معه السيد العلامة الطبطبائي صاحب هذا الكتاب نهاية الحكمة فتعرف العلماء دائما في نقاش علمي الشيخ مصباح أورد مئة دليل على بطلان الهيولة على انتفاء الهيولة والسيد العلامة في غاية الأدب وغاية الهدوء عارف يسمع للسيد للشيخ مصباح هو تلميذه يسمع بكل هدوء و لما نزل من من الحافله او السياره لا ادري التفت السيد العلامه الى الشيخ مصباح وقال له مع هذا الهيوله موجوده يا شيخ مصباح نعم وقد تبين في الابحاث السابقه ان عالم الماده بما به بما بين اجزائه من الارتباط الارتباط يعني العلاقات والاتصال واحد حقيقه واحده سيالة نعم خصوصا على النموذج الصدرائي وجود مادي سيال يتعين بماء يتعين بحديد بفضة وهذا الوجود السعي وجود انبساطي نعم سيال في ذاته سيال يعني متحرك دائما من القوة إلى الفعل متحرك في جوهره بناء على النموذج الصدرائي ويشايعه في ذلك الأعراض حتى الأعراض تتبع حركه الجوهر والغايه التي تنتهي اليها هذه الحركه العامه العامه بمعنى بنحو جملي ليس العموم الذهني هنا العامه يعني في كل مفردات هذه التعينات الماديه في حركه هي التجرد يعني الخروج الى الفعليه المطلقه لكن هذه تصدق فقط على الانسان لا تصدق على الماء انه يتجرد طبيعته امتداد ممكن الانسان ممكن الحيوانات عندها تجرد برزخي يعني خيالي مثالي ليس تجردا تجردا تاما تجرد, تجرد, تجرد العقل كالانسان وممكن الجن اما كل العالم المادي فلا على ما تقدمت الاشاره اليه في مرحله القوه والفعل الفصل الخامس من المرحله التاسعه جميل واذ كان هذا العالم يعني عالم الطبيعه والنسوت حركة ومتحركا في صميمه في جوهره يعني هنا بناء على صدر المتألهين يعني الحركة في الوجود نعم سيالا سيالا يعني يتحرك وينبسط وسيالا في وجوده وكانت هويته عين التجدد والتغير هنا هذا مبنى مبنى صدر المتألهين لا تفهموا الا في النموذج الصدرائي هذا السيالان سيلان حيثية تنضم إلى الوجود المادي أم هي حيثية تقييدية اندماجية يعني نحو الوجود حقيقة الوجود هو سيلان. حقيقة الوجود هو سيلا نعم فالعلة التي أفاضت ماذا أفاضت شيئا انضم إليه سيلا أم أفاضت سيلانا أفاضت حركة أفاضت انبساطا والانبساط ثابت في انبساطه، يعني المنبسط ثابت في انبساطه. الله الثابت اعطى الثابت، جاءت السنخيه وتحقق الامر، لان في اشكاليه كبيره جدا، كيف يفيض الثابت هو الله تعالى او العقل، لا فرق. يفيض المتغير، الثابت متغير ما في سنخيه، قانون السنخيه هنا ينخرم، عندنا اشكاليه، مبدا التناقض يدخل، مبدا السبب الكافي يدخل. مبدا السبب الكافي يقول اذا افاضت العله الثابته المتغير في المفاض يعني المعلول هناك حيثيه التغير مصدرها اي في الثابت ما في تغير اذا مبدا السبب الكافي لا يفهم كيف صدر المتغير من الثابت يبقى في حيره نعم في المصدر ما دام أفاض المتغير فهو متغير ثابت ومو متغير التناقض المفاض المعلول متغير صادر من الثابت فيجب أن يكون ثابتا للمسانخة ثابت وغير مثابت متغير اجتماع النقيض مبدا السبب الكافي هكذا يتأمل في الأمر تحلت المشكلة هذا الإشكال مبني على هذا الأمر ذات انضم إليها التغير والسيلان أما إذا كانت الذات عينها هي السيلان إذا الإفاضة ماذا أفاضت؟ أفاضت أصل السيلان والسيلان يجب أن يكون ثابتا حتى يكون سيلانا نعم الهويات يجب أن تثبت حتى تستقر في الوجود معالج لهذه الإشكالية وإذا كان هذا العالم يعني عالم الطبيعة حركة كان حركة إن في هويته حركة ومتحركا في جوهره سيانا وسيانا في وجوده اعط تفسيري وكانت هويته عين التجدد ليس التجدد منظم الى هويتها والتغير لا شيء أن يطرا عليه التجدد والتغير يعني التجدد منظم الى الشيء لا 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 ابدا صح ارتباطه يعني هذا العالم الذي هو حقيقته سينا هويته السينا هويته التغير بالعله من العله الثابته سواء كان عقلا على مبنى المشى او الله على مبنى الحكم المتعالي التي تنزه عن التجدد والتغير ثابت فالجاعل الثابت الوجود يعني الذات الالهيه على مبنى صدر المتاليين العقل العاشر على مبنى الحكمة المشيئية جعل جعل يعني أعطى أفاض أوجد جعل ما هو في ذاته متجدد متغير إذا في ذاته متجدد هل يخرج عن هذه الهوية تقول لا أبدا إذا كان التجدد هو ذاته لا يتغير مستحيل أن يتغير نعم العلم العنائي هكذا إذا تغير في تغيره فالعلم العنائي يختل، فالنظم الالهي يختل. هذا النظم الخلقي هو ظل للنظم الالهي. نعم. صح ارتباط هذا العالم اللي هو في ذاته سي سيلان وتغير بالعلة الثابتة التي تتنزه عن التجدد والتغير. فالجاعل الثابت الوجود العقل العاشر على مبنى المشاه. الله على مبنى الحكم المتعلقة جعل اوجد خلق ما هو في ذاته متجدد متغير لا انه جعل الشيء متجدد متغيرا يعني لا انه جعل بالجعل المركب يعني اعطى الشيء ثم ضم اليه التغير هنا مشكل نعم وبذلك يرتفع اشكال استناد المتغير الى الثابت وارتباط الحادث بالقديم إذا شئت العمق في هذه المسألة عليك بالاصفار الجزء الثالث صفحة 130 نعم و131 هناك صدر المتألهين قارب المسألة بعمق نعم ونحن لا نأتي بهذا العمق في نهاية الحكمة نعم الفصل الثالث والعشرون في حدوث العالم كيف خلق هذا العالم فيه مقاربة مقاربة الحدوث الزماني مقاربة الإمكان المهوي أو الإمكان الفقري الإمكان المهوي عند المهويين الإمكان الفقري عند صدر المتألهين بيناها فيما مضى سيد العلامة هنا يقارب المسألة على ضوء المشاة يعني الإمكان الذي هو اللائق قد تحقق فيما تقدم من مباحث القدم والحدوث الفصل السادس من المرحله العاشره ان كل ماهيه ممكنه يعني لا اقتضى ما هي متساويه نسبه الى الوجود والعدم الا اقتضى إذا مقاربه مش الشيء موجوده مسبوقه الوجود بعدم ذاتي العدم الذاتي هنا بمعنى العدم الازلي يعني في هويتها لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم مبدا الهويه هل الوجود في مبدا الهويه ابدا إذا خرجت من دائرة اللاوجود إلى دائرة الوجود هذا هو الحدوث الذاتي هذا هو الحدوث الذاتي وهذا الخروج يأتي مبدأ سبب الكافي يقول خروج من من حادث من المهية يلزم الانقلاب هي متورطة بالعدم الأزلي فكيف توجد نفسها فمبدأ التناقض هنا يدخل عدم ازلي وموجوده، موجود عدم اجتماع ناقص. اذا نحتاج الى علة خارجية هي التي تفيض عليها الوجود، نعم. آه هذا العدم الذاتي هذا هو اللائق تضاء سميه شيخ الرئيس العدم الازلي. فهي حادثة يعني خرجت من الوجود إلى الوجود، حدوثا ذاتيا. ليس حدوثا زمنيا مبنى المتكلم لا معنى له يرد عليه اشكالات متعدده ومرت الاشاره اليها بالتفصيل لا نعيد نعم والعدم السابق هنا دقق جيدا في استعاره استعاره ادراكيه خطيره جدا والعدم السابق يعني اعطى حيثيه للعدم السابق والعدم لا شيء لا اصل له إذا هذه استعارة. نعم والعدم السابق استعارة يعني مجاز توسع والعدم السابق على وجود هذه الماهية كالماهية الإنسانية مثلا ما هي الشمسية، الماهية الجبرائيلية بحده والعدم السابق على وجودها بحده بحده يعني بحد هذا العدم منتزع عن علتها الموجدة لها. تخيل أنت الآن في الإنموذج المشائي، من الفاعل؟ العقل الفعال. عدم الإنسان مستقر في العقل الفعال وهو وجود شديد ينتمي إلى عالم الجبروت. لا، هذه استعارة معناها الإنسان لا تجده في عالم العقل. مرفوع الوجود، مرفوع الوجود يعبر عنه استعارة ومجازاً مستقر العدم. مرفوع الوجود. يعني أنت إذا دخلت إلى عالم العقل الفعال ابحث عن كل هوية خلقية تجدها أو لا تجدها تقول لا أجد شيخنا إذا, إذا كانت هناك فهي عقول ولا تكون طبيعيات وإذا كانت طبيعيات لا تكون هناك هذه كلمة لا تكون هو مجازا أعطاها عنوان العدم فالعدم سابق لا سابق ولا يحزن إذا تعبير استعار مجازي على وجودها بحده أصلا لا حد له هو نعم منتزع عن علتها الموجدة لها. ما معنى هذا الحديث؟ يعني انا عدمي منتزع من العقل الفعال؟ وفقا للمهويين وفقا لصدر المتالين؟ يعني منتزع من الذات الالهيه؟ لا. يعني انا هناك مرفوع الوجود. لا رائحه لوجودي هناك. مجازا اقول عدمي مستقر هناك. فهي مسبوقه الوجود بوجود علتها. نعم متاخره عن علتها. واضحه جدا. بينا هذه. بالتفصيل فقط فقط مساله خطيره جدا هذا الجعل ما هو؟ خروج الماهيه من حاله اللا الى نظام الاسباب والمسببات ما هو؟ فيه مقاربات متعدده تؤدي الى اصاله المهية الى اصاله الوجود الى الاصلتين الى عدم, الأصلت، أصل، عدم الأصلتين عدم الاصالتين كما يقول السفسطي والشكاك و واذا كان المبدا الاول لكل وجود امكاني سواء كان ماديا او مجردا يعني سوى الله تعالى عقليا او غير عقلي هو الواجب لذاته تعالى المبدا الاول المبدا الاول على مبنى المشاء المبدا الاول والاخير على مبدا على مبنى صدر المتالي تعالى فكل ممكن موجود حادث ذاتا بالنسبه الى الواجب فتقسم الوجود إلى قديم ذاتي وحادث ذاتي ما. نعم. ومجموع الممكنات المسمى بعالم الإمكان ما سوى الله وبما سوى الباري تعالى ليس شيئا وراء أجزائه هو هو هذه الواقعية تخيل أنت ملك ضخم ملك ضخم ملك عظيم جاء يكلفك الله تعالى برفع هذه المخلوقات برفع هذه المخلوقات واحد بعد واحد في نهاية المطاف ترفع نفسك أنت مثل ملك الموت هو يرفع هذه الوجودات ثم هو يرفع نفسه ماذا يبقى؟ لا شيء إذا هذا الكون الإمكاني هو عين تلك المكونات الظرف والمظروف حقيقة واحدة إشارة إلى هذه النكتة الجميلة نعم إيه وما جموع الممكنات يعني مكونات العالم العقلي المثالي المادي المسمى بعالم الامكان وبما سوى الباري تعالى يعني ما سوى الله ليس شيئا وراء اجزاء هو عين المكونات يعني الظرف هو عين المظروف طبقها على الذهن الذهن هو المفاهيم والمفاهيم هو الذهن الظرف هو المظروف ما عندنا ظرف يسمى الذهن حلت فيه المفاهيم ما عندنا عالم فراغ حلت فيه المكونات الخلقية المكونات الخلقية هي عين العالم نعم فحكم هذا المجموع حكم أجزائه فالعالم بجميع مكوناته بما جميع أجزائه حادث ذاتا مسبوق الوجود بوجوب الواجب لذاته هذا هو حدوث العالم مطلقا ثم إن لو أغمضنا عن المهيات وقصرنا النظر في الوجود هنا دخل في الأنموذج الصدرائي هنا ما عندنا إلا اقتضاء عندنا الإمكان الفقري الوجود إما مستقل وإما فقير فما جيد هذه المسألة كثير من الطلاب يدرسون 15 سنة فلسفة لا يفككون بين هذه الأمور ثم اذا لو لو اغمضنا اغمضنا عن الماهيات وقصرنا النظر في الوجود بما انه الحقيقه الاصيله وجدنا الوجود منقسم الى واجب لذاته قائم بذاته مستقل في تحققه وثبوته وممكن بالامكان فقري ممكن موجود في غيره رابط هذا هو الفقر قائم بغيره الذي هو الواجب الذي هو الواجب وصف لغيره قائم بغيره من هذا الغير؟ واجب الوجود إذا الوجود في النموذج الصدرائي مستقل ورابط. في النموذج المهوي الموجود ليس الوجود، الموجود واجب ممكن ممكن زوج تركيبي ما هي ووجود، وجود حيثية انتزاعية، صن حيثية سنخية. صن لا متن له ولا شيء. فتبقى الماهية أصالة الماهية. فالماهية إما جوهر وإما عرض. هذا هو المقاربة المهوية، المقاربة الصدرائية الوجود ليس الموجود لأن الموجود صار وجودا الوجود إما مستقل وهو الواجب تعالى وإما مكونات العالم وهي حقائق رابطة فقيرة كان كان النتيجة لو أغمضنا لو قال لا كان أحسن لأن لو تأتي بعدها لا لو أغمضنا عن المهيات يعني لم نقارب المسألة بالأنموذج المهوي وقاربناه بالأنموذج الصدرائي وقصرنا النظر في الوجود بما أنه الحقيقة الأصيلة وجدنا الوجود وجدنا وجدنا هو جواب لو لو وجدنا يقول لو وجدنا الوجود منقسم إلى واجب لذاته قائم بذاته مستقل في تحققه وثبوته وممكن موجود في غيره رابط قائم بغيره من هذا الغير الذي هو الواجب كان كان جواب لمن؟ جواب ثاني لو لكان كل موجود امكاني مسبوقا بالوجود الواجبي مسبوق هو مصدر اضافه اشراقيه لا معنى للاضافه الاشراقيه بدون مصدر لان الاضافه الاشراقيه غير الاضافه المقوليه الاضافه المقوليه تستدعي طرفين ذات وذات وهذه العلاقه الإضافة الإشراقية أشد ارتباطا بالمصدر أشد ارتباط بالمصدر هويته مرتبطة بالمصدر كالصور العلمية في أفق نفسك قائمة قياما صدوريا بكيانك أنت النفسي نعم مسبوقا بالوجود الواجب حادثا هذا النحو من الحدوث يعني الحدوث ذاتي وحكم مجموع الوجودات الإمكانية حكم أجزائه فالمجموع حادث بحدوثه وإضافات إشراقية إضافات إيش راقية نعم ثم أن لعالم المادة والطبيعة حدوثا آخر يخصه وهو الحدوث الزماني يعني إذا جئت أنت إلى عالم الطبيعة ودخلت إلى الأجزاء التي في سياق الزمان قد تجد من هو حادث زماني نعم أنا لم أكن من مئة سنة قبل فحدثت في ظرف الزمان ولم أكن في زمان سابق فأنا حادث الزمان ما عدا المادة الأولى المادة الأولى ليس لها بدء زماني وإلا نقع في التسلسل هذه مرة الأمور ثم أن لعالم المادة والطبيعة حدوثا آخر يخصه وهو الحدوث الزماني تقريره أنه قد تقدم في مباحث القوة والفعل الفصل الثامن من المرحلة التاسعة أن عالم المادة متحرك بجوهره وما يلحقه من الأعراض تحرك الجواري على مبنى صدر متلين نعم أما المشى يقولون حركة فقط في الأعراض وأربعة كم وكيف ووضعوا أي نعم سيان وجودا سيان وجودا الأنموذج الصدري متجدد بالهوية سالك بذاته من النقص إلى الكمال يعني الحركة متحول من القوة إلى الفعلية منقسم إلى حدود هذه الحدود حدود ليست فعلية حدود بالقوة نعم كل حد منها فعلية لسابقه قوة للاحقه نعم هذه الحركة السابق ينتفي يأتي اللاحق اللاحق يكون مقدما للآتي هذا اللاحق يصير سابقا لغيره وهكذا الحركة طبيعة الحركة هكذا هناك أشبعنا البحث في هذا الأمر نعم كل حد منها فعلية لسابقه قوة للاحقه ثم لو قسم هذا الحد لو قسم يعني يقسم يقسم بالقوة وليس بالفعل ثم لو قسم هذا الحد بعينه كان كل ما حدث بالانقسام حد كان فعليا لسابقه قوة للاحقه تخيل أنت عندك هذه الحركة ممتدة متر قسمها قسم مثلا مئة متر فقط هذه المئة متر ممكن تقسمها إلى عشرات الأقسام كل قسم سابق علة معدة للقسم اللاحق نعم هذه الحركه ثم اذا تحقق اللاحق ينتفي بالضروره السابق ثم اللاحق يكتسب الاسبقيه لللاحق يختفي اللاحق اللاحق ينقلب سابقا لما ياتي بعده وهكذا فلسفه الحركه نعم نعم ثم لو قسم هذا الحد بعيني كان كلما حدث بالانقسام حد كان فعليه لسابقه قوه للاحقه بيناها بالتفصيل. وان هذه الحركه العامه نعم ترسم امتدادا ياتي ان شاء الله. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد